مشهور قعد الشمس ابني زي بقى. ما بنشوف كده يتقعد على البوسات ويتفرج على التلفزيون ولا خطر؟ لا التلفزيون في الاطفال مش محبس طبعا، حتى عشان المخ. سن كام؟ سن كام ابتدي ان انا اوري له العالم ده؟ عشان عينيه برضو ما يبقاش فيها نوع من الاجهاد، لان طبعا اكيد الطفل بيعمل فوكس. بص هو يعني بعد سن يعني 5 6 كده ممكن بعد يتفرج، خمسة ستة يتفرج على التلفزيون، بس يعني مش فترات طويلة، يعني بكتير ساعة، يريح له مثلا ربع ساعة ويرجع تاني. ده احنا اطفالنا فأنا دلوقتي بنمسكهم بكتاف من 24 سنتين ساعة يا دكتور، ده احنا كده ده كده مش خمس كويس. سنين لا يعني فعلا في مخاطر ده جامدة. بيأثر على حاجات كتير مش العين بس. يعني يعني انا بشوف اطفال اهاليهم سايبينهم سنتين وثلاثة ماسكين التليفونات ماسكين الايباد يعني وبيلعبوا انا عليها جيم وحاجات بيجي كده. لي حالات كتير كده بيبقى عنده حركات لا اراديه، اللي هي دخلت بقى في الصرع وكده يعني. بخلاف كمان النظر. مش النظر بس. وبتقتل يعني مواهبه الابداعيه يعني. لا دي مش كويس طبعا الموضوع. بس بالنسبة للنظر هي بتأثر يا دكتور، ممكن تضعف النظر يعني، ايوه. يبقى الولد او البنت مولودين كويسين جدا، والتصرفات الخاطئة اللي ممكن يكون بيقع فيها الآباء اتعملت والأمهات. دراسه في اليابان اتنشرت من 6 شهور كده، انه طبعا عندهم كله تابلت وموبايلات والحاجات دي، فلقوا ان اللي بيبصوا على التابلت والموبايل مده طويله لا بيبقى نظرهم اضعف من العادي. يعني دول كده بنتوقع ان هم النظر عندهم بيضعف. طب دكتور، لبست انت حضرتك الولد او البنت بعد سن 8 سنين نظارة، هل ده معناه ان ممكن على سن البلوغ ممكن الطفل ده يقلع النظارة ويبقى النظر عنده كويس، ولا ادام لبسها هيفضل طول عمره لابسها عشان موضوع الحول؟ في بعض الحالات بيكون نظر يعني مثلا عنده طول نظر بسيط، ده ممكن يستغنى عن النظارة بعد كده، ممكن مش أكيد. إنما حالات قصر النظر لا، ما يعني بيستغناش عن حالات النظارة. قصر النظر دول بيفضلوا على طول هاي لازم يلبسوها، لان لو قلعوا الحول هيرجع تاني يرجع تاني. وممكن يبقى كبير. ممكن بقى بعد سن 18 نعمل له الليزك ويبقى تمام. ده بعد سن 18، بس عادي. قبل كده لا قبل كده ما النظارة ينفعش أو عدسة خالص لاصقة كده. ان الطفل ان احنا انت. طب معلش، مش بتبقى صعبة شوية يا دكتور ان انت تعمل نظارة لطفل صغير؟ يعني طفل 3 اشهر، يعني نقول سنتين. أيوة. طب معلش احنا الكبار شايف، لا مش شايف، بتعملوا لا يعني؟ طبعا في الاطفال دول ما بنوريهمش علامات اساسا، يعني هو مش هيعرف طب ما يتجاوب هو معاه. معلش ازاي بتتاكد ان النظاره دي مظبوطه؟ يعني انا كأم في اكيد اجهزه هبقى معينه. قاعده برضو مستغرباها، انت ازاي حضرتك اتاكدت ان ابني دلوقتي شايف كويس؟ ما يعني في اجهزه معينه بنحدد بيها يعني. الاجهزه دي بتقدر تحدد الطفل ده كده هو شايف نظره بيرفكت ولا ضعيف لا، ولا لا، يعني او نظره ضعيف قد ايه، بيحدد الحجم قوة النظر. الضعف او قوة النظر قد ايه بالنسبة له أيوة. والنظارة اللي بتتناسب معاه. أيوة. طيب دكتور، احنا دلوقتي العملية اللي انت بتعملها عند سن 8 سنين اللي هي ضعف العضلات، افرض جالك طفل دلوقتي في سن 15 سنة وفوجئت ان هو عنده ضعف عضلات، العملية لو اتعملت بتجيب نفس النتيجة؟ لازم يتعمل اختبارات قبليها علشان نشوف الرؤية المجسمة عنده والرؤية المزدوجة عنده. ليه؟ لأنه زي ما قلنا إن المخ بيتصرف علشان يتجنب المشكلة دي. طبعا. فممكن أنا لو في السن الكبير لو عدلت له عينه 100 100 هيشوف الحاجة 2. هيشوف الحاجة اتنين برغم ان انت بتعدل له عينيه. أيوة، لأن هو المخ ظبط نفسه، اللي هو زي ما بقول لحضرتك نقل بقى النقطة المتطابقة دي، نقلها لمكان تاني، بحيث إن هو خلاص عرف إنه الحتة دي مع النقطة دي هما الاثنين هيجيبوا الصورة دي. فلما اعدل له عينيه النقطة المتطابقة هتبقى في مكان تاني فهيشوف الحاجة اتنين. طب يعني معلش، هل في هذه الحالة بتستغنوا بقى عن العملية وبتفضلوا بالنظارة ولا بتعملوا ايه يا دكتور؟ بيبقى في الحالات دي بيشوف بقى زي ما قلنا في الأول كل عين لوحدها، يعني بيشوف دي بيشوف مرة بالعين اليمين ومرة بالعين الشمال. طيب دكتور، هل موضوع ضعف العضلات ده ما بيزيدش؟ يعني احنا دلوقتي لو سبنا العضلة ضعيفة مش هيزيد مع الوقت، وبالاخص ان احنا بنكبر طبعا حتى عضلاتنا نفسها اكيد بتشيخ مع الوقت، ده ما يأثرش عليه بعد كده؟ ممكن طبعا، بس المشكلة أساسا مش في ضعف العضلة زي ما قلنا بيتعالج بالعملية، المشكلة في المخ والإجراءات اللي بياخدها. يعني كونه ينقل النقطة المتطابقة دي مشكلة كبيرة، كونه يعمل كسل في العين دي مشكلة كبيرة، لأن يعني دي طبعا. حاجات علاجها صعب.
عشان كده مهم جدا المتابعه والفحص الدوري. لا انا بتكلم ان العضله دلوقتي نظريه ان هي تضعف، طب ما هي مع الوقت هتضعف اكتر، فهيكون التاثير اقوى بكتير، ولا ده ما بيحصلش؟ السؤال مش واضح. يعني دلوقتي احنا سيبنا واحد العضله، واحد عضلته ضعيفه وحصل له حوى، اوكي، هاي، وما عملناش العمليه، هاي، خلاص العضله بقى ما هتستكمل عمليه الضعف، صح؟ واكتر من كده كمان، يعني دلوقتي العين لما بتتحرك مثلا يمين، العضله اللي هنا بتشد والعضله اللي هنا بترخي، لما تتحرك كده بيحصل العكس. فالعين لما تفضل كده مده طويله، العضله دي بيحصل فيها حاجه اسمها تيبس. عشان كده بنلاقي ناس تبقى عينيهم ثابته كده هنا. تيبس معناها ان انا حتى لو عملت له العمليه العضله خلاص ما بقتش شغاله، يعني العضله ما بقتش مرنه. ما بقتش مرنه، يعني المفروض بتشد وترخي كده، فخلاص دي تيبست، بقت حاجه متليفه كده، ما بتتحركش. فحتى لو عملت له عمليه خلاص العين هتبقى ثابته كده بقى، مش هتتحرك زي العادي. بس هيبقى شايف بيها يا دكتور موضوع ان هي ثابته؟ النظر حاجه والعضلات حاجه. والله ان هي تبقى العين شايفينها ثابته كده، لو عنده كسل مش هيشوف، لو ما عندوش كسل. لا ما انا فاهمه، افرض ان هو بيشوف بس، يعني العضل هيبقى شايف عادي يا دكتور؟ يعني الناس اللي عينيهم ثابته دول بيبقوا شايفين. ايوه. اصل احنا بنفتكر ثبتان النني زي ما بيقول ده كده، ان هو كده مش شايفين. احنا ولا في اي بعض حاجه. الحالات بنحتاج ان احنا نثبت لهم العين. امتى يا دكتور؟ يعني في، لو تلاحظي مثلا في بعض الناس بتولدوا العين بتبقى فيها حركه لا اراديه، اللي هي بنسميها رقرقه في العين. العين بتفضل تتحرك كده. ده بتبقى ليه صحيح كده؟ بتبقى العضله هي اللي عامله كده؟ دي بتبقى مشكله في الاعصاب عاده. في الاعصاب. فالعين لما بتتحرك كده ما تقدريش تشوفي كويس، لان هو طبعا. ما بتقدريش تركزي على حاجه، فما بيبقاش شايف كويس. فبنعمل له عمليه، بنثبت له العين في مكان. بتثبته وكده، في الحاله دي بيبقى قادر ان هو يشوف اكتر. يقدر يثبت بقى على حاجه. بس طبعا مش هيقدر بقى يبص يمين وشمال، يحرك راسه بقى. لازم اتجاهات الراس هي اللي تخليه انه يشوف اكتر. طيب هل بعد ما بتعملوا عمليه العضلات اللي انتوا بتعملوها للاطفال لما بتكون ضعيفه، هل بيبقى في بعض التمارين اللي المفروض ان انتوا بتقولوا للام ان هي تعملها للطفل عشان العضلات تبقى مرنه برضو، ولا في ايه؟ في بعض الحالات كده، بس مش كل. يعني اشمعنى بعض الحالات؟ ايه اللي بيفرق من حاله لحاله؟ لو العضله، يعني دلوقتي العضله مش زي المسمار بنرجلش وكده، يعني لا ما انا دي مش حاجه فاهماها بالظبط، انا عشان كده بسألك. انما العضله دي حاجه يعني متحركه، وممكن تكون حصل فيها جزء تيبس وجزء ما تيبسش. فاحنا في بعض الحالات كمان بنحتاج لها اعاده. بعض الحالات ايه؟ بنحتاج نعيد العمليه تاني. تعيدوا تاني يعني بعد انا مثلا، فتره من الوقت بقى. احنا بنحسب حسبه معينه على حسب درجه الحول، وعلى حسب المده اللي قعدها برضه، عشان نشوف اذا العضله شغاله ولا لا، وعلى حسب اختبارات احنا بنعملها. بنحسب يعني الشغل اللي هنشتغله كام ملي وكده. بعد الحسابات دي كلها ممكن تيجي حاجات غير متوقعه، فنحتاج ان احنا نعمل تظبيط تاني بعد العمليه. المفروض ان انتوا التظبيط التاني ده ان حدث وانتوا قررتوه، المفروض بيبقى الوقت قد ايه ما بين العمليه والعمليه عشان تقدروا ان انتوا تبقوا شايفين ان هي صح بقى؟ لو النظر ضعيف وهيلبس نظاره بعد العمليه مش اقل من 3 شهور. 3 شهور. انما في حالات بنحتاج نعملها بعد شهر مثلا، بحيث ان انتوا تسرعوا اكتر. وفي دلوقتي تكنيك برضو بنعمله، ان الخيط اللي احنا بنستعمله ده عشان تظبيط العضله، ده بنعمله يعني مش مربوط، يعني مش مربوط رابطه نهائيه. بيبقى مربوط، يعني مثلا اقربها لي كده زي فيونكه، بحيث ان احنا تقدروا بعد العمليه تتحكموا بعد كده، نفكها بسهوله ونظبط المسافه بعد العمليه. بعد العمليه تقدروا تتحكموا فيها يا دكتور؟ ايوه. طب معلش، يعني هي مش بتبقى من جوه يا دكتور؟ لا، ما هو في اوضه العمليات برضه. بتدخلوه تاني اوضه العمليات عشان تقدروا ان انتوا تشوفوا، بس بقول يعني ان الخيط اللي هنستعمله مش هنثبت بقى في مكانه. عشان يبقى في مرونه اكتر، زي ما تقولي رابطه مؤقته، بحيث ان احنا نقدر نفكها بسهوله ونزود او نقلل على حسب اللي شفناه بعد العمليه. دكتور، الحوى المنتشر عند الذكور اكتر ولا الاناث؟ لا، مش شرط. مش شرط. ممكن. طب هل ممكن يبقى شخص كويس جدا طبيعي لغايه البلوغ وبعد البلوغ ومره واحده يعني يحصل له حوى يا دكتور؟ دي بقى بتبقى عاده يا اما نظره ضعيف، لان هو في ناس بتتولد بيبقى نظرها كويس، وبعد سن ال 15 مثلا كده او 16 يبتدي النظر يقل. فدول ممكن يحصل لهم كده بسبب ضعف النظر.
او بسبب حاجات تانية بقى زي ما قلنا اصابة في العين او حاجة في المخ او حاجة في الاعصاب.